اهلا بحضراتكم من جديد. طيب بيتسا موسيماني المدير الفني الجنوب افريقي للنادي الاهلي اعلن قائمه الفريق اللي هتواجه المولين العرب غدا ان شاء الله ضمن مباريات الدوري العام. 21 لاعب هم قوام القائمه التي اعلنها بيتسو موسيماني. في حراسه المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء، في خط الدفاع احمد رمضان بيكهام وياسر ابراهيم وايمن اشرف وبدر بنون، سعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني. خط الوسط حمدي فتحي، اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر. وفي خط الهجوم عوده من جديد لمروان محسن وصلاح محسن، وبالاضافه الى محمد شريف وولتر بواليا. دي قائمه فريق النادي الاهلي اللي بالتاكيد هتستعد لمباراه المقاولين. اتمنى التوفيق يا رب للجهاز الفني واللاعبين لتعويض التعادل امام البنك الاهلي وتحقيق الفوز على المقاولون العرب. لكن كاس العالم للانديه ومشاركة إن شاء الله تكون طيبة لبعثة فريق النادي الأهلي ولفريق النادي الأهلي في أولى المباريات أمام فريق الدحيل القطري. لذلك أنا أذهب مباشرة من خلال هذه الفقرة، فقرة ترند أونلاين عبر السكايب، إلى قطر مع الزميل العزيز محمد الجزار الناقد الرياضي، وبالتأكيد من أكثر المتابعين للتحضيرات والتجهيزات بالنسبة للجنة المنظمة المحلية والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاستقبال الوفود والبعثات الرسمية خلال الساعات القادمة مع انطلاق كأس العالم للأندية، ومشاركة بإذن الله تكون المشاركة التاريخية رقم 6 للنادي الأهلي في هذه البطولة الكبيرة. أستاذ محمد الجزار أهلا بحضرتك، وده أول ظهور ليك معنا على شاشة قناة الأهلي. اهلا بيك محمد صديقي العزيز، بمسي عليك وعلى كل مشاهدين النادي الاهلي في الوطن العربي وفي الخليج وفي مصر وفي كل انحاء العالم. طبعا سعيد جدا ان انا اكون على شاشه البيت الكبير قناه النادي الاهلي واطل الاطلاله ديت اللي بفتخر جدا ان انا اكون فيها، وباذن الله اكون ضيف خفيف على الساده المشاهدين ان شاء الله. وجودك يشرفنا، لك احد الاعلاميين المتميزين واللي عامل صوره طيبه للمصريين في الخليج، وعايز كمان ابارك لك ان شاء الله انت كمان داخل في مشروع التعليق وباذن الله تكون معلق متميز خلال الفتره القادمه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، ويكون لنا كمان الشرف نعلق في قناه النادي الاهلي يوما ما باذن الله. اكيد باذن الله تنورنا. طيب عايز اسالك بقى على مباراه الاهلي والدحيل بعد مراسم القرعه بالامس، ردود الافعال، ابرز التصريحات فريق الدحيل القطري، ايضا كمان عايز اتكلم عن تاريخه وابرز لاعبيه مديره الفني وردود افعالهم ايضا لما عرفوا ان المواجهه الاولى ليهم هتكون مع النادي الاهلي. يمكن الحقيقه بعد مراسم اجراء القرعه بعض الناس انقسمت ما بين سعيد ان يكون في مواجهه عربيه وبالذات مواجهه مصريه قطريه، خاصه بعد الاجواء الجميله اللي في الفتره الاخيره مع اعلان المصالحه الخليجيه وعوده العلاقات الدبلوماسيه ما بين مصر وقطر. فبالتاكيد دايما الرياضه بتكون فرصه لاظهار المحبه والموده بين الشعوب وبين الدول. لكن على الجانب الاخر الحقيقه بعض محبي نادي الدحيل او بعض الموجودين في الشارع الرياضي او الاعلاميين في قطر شعروا طبعا بالصدمه لمواجهه النادي الاهلي، لان الحقيقه الاهلي محمد بيعيش فتره او بيعيش حاله من افضل فتراته خلال السنين الاخيره. بدا الاهلي يرجع مره ثانيه يتبوأ المكانه التي يستحقها والتي تليق بالنادي الاهلي وجماهيره، لدرجه ان اشهر الاعلاميين هنا في قطر خالد جاسم وهو مقدم برنامج المجلس وهو ايضا من المقدمين المشهورين جدا على مستوى منطقه الخليج، قال بصريح العباره كده القرعه ظلمت الدحيل، ان الدحيل يواجه الاهلي وحتى لو قدر ان هو يتخطى الاهلي بطل افريقيا وصاحب الشعبيه واللي هيكون ليه مسانده ودعم كبير جدا من المصريين المقيمين هنا في الدوحه، حتى لو اتخطى العقبه دي هيواجه فريق بايرن ميونخ بطل اوروبا. فبالتالي الحقيقه اي فريق هيعرف ان هو هيكون في مواجهه النادي الاهلي المساله بتكون بالنسبه له صعبه، لان زي ما قلت لك النادي الاهلي بيعيش فتره جيده مع مدرب يعرف جيدا كيف يجمع بين الكره الجميله وبين ايضا تحقيق الانتصارات وتحقيق البطولات، وهو السير موسيماني اللي بنتفائل بيه خير ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه يستمر في حصد المزيد من الالقاب والبطولات للنادي الاهلي، اللي عايز اقول لك ان شعبيته كبيره جدا هنا في قطر، وان شاء الله باذن الله الكل هيتفرج وهيشوف وهيتفاجئ بحجم الاستقبال لو مرت او لو صارت الامور بنصابها الصحيح ان شاء الله وفي اطارها الصحيح، لان طبعا زي ما انت عارف ظروف الاجراءات الاحترازيه ومساله كورونا، لكن ان شاء الله من خلال التنسيق مع الجهات الصحيه وزاره الصحه العامه هنا وايضا اللجنه العليا للمشاريع والارث المسؤوله عن تنظيم بطوله كاس العالم قطر 2022، من خلال التنسيق مع كل الجهات دي ان شاء الله المجهود اللي بيعمله المصريين هنا وخصوصا رابطه النادي الاهلي في الدوحه
تسير الامور ان شاء الله بالشكل طيب. المطلوب. عايز اكلمك زي ما قلت لك الكل هيتفاجئ باستقبال رائع للنادي الاهلي ان شاء الله. وفي نعم. رابطه هتعمل شغل كبير اكيد للاهلاويه هناك باذن الله مع الفريق. عايز اتكلم على فريق دحيل، ابرز لاعبيه، مديره الفني، ابرز نجومه، كمان سمعت ان في ابرز اللاعبين مهدي بن عطيه ممكن ينتقل قبل كاس العالم للانديه ويروح يعود تاني للدوري الايطالي، يعني تفاصيل اكتر عن فريق دحيل هيواجه الاهلي ان شاء الله يوم 4 فبراير القادم. خليني اقول لك على عكس النادي الاهلي، محمد الدحيل ليس لا يعيش افضل مواسمه او لا يعيش افضل حالاته منذ الموسم الماضي بالتحديد، بعد او منذ رحيل المدرب الجزائري جمال بالماضي اللي كان عامل مسيره استثنائيه جدا مع نادي الدحيل. مر الفريق بظروف صعبه بعد تولي المدرب التونسي نبيل معلول، ثم جاءوا بمساعد المدرب جوزيه مورينيو، ورحل المدرب البرتغالي، وجاء بعد ذلك المدرب نادي الرجاء المغربي اللي يمكن ايضا لم يحقق النجاحات المطلوبه، ولكن في النهايه تم الاستقرار على وجود المدرب الفرنسي صبري لاموشي، وده كان مدرب نادي الجيش القطري السابق، ويمكن الجيش اندمج مع نادي لاخويا واصبحوا تحت مسمى الدحيل. منذ السنوات دي او خلال السنتين دول الدحيل بيخرج مبكرا من بطوله دوري ابطال اسيا، ويمكن السنه دي خرج من مرحله دوري المجموعات. تغييرات كتير جدا على مستوى اللعيبه المواطنين واللعيبه المحترفين. عايز اقول لك ان قبل ايام قليله فقط جه محترف جديد من الدوري الياباني، ايلونجا، هداف الدوري الياباني الكيلو. مقدم نعم مقدم من نادي كاشيوا ريسول، وهو من المهاجمين الكويسين، لكن حتى الان ما دخلش في الاجواء مع الفريق. حتى البرازيلي دودو اللي جه من بالميراس البرازيلي وهو من المهاجمين المميزين جدا، خد فتره لدرجه ان الناس بعض الناس قالت ده صفقه مضروبه ومش هيفيد الدحيل. فبالتالي ايلونجا محتاج وقت، وده ممكن يكون في مصلحه النادي الاهلي ان اللاعب شارك في مباراه السد وما ظهرش او ما خدش طيب. الوقت الكافي في التدريب أكيد. نفس الشيء ايضا في المباراه الاخيره قدام نادي قطر. عايز اقول لك كمان ان الاهلي هو اللي هيجهز الدحيل لمواجهه الاهلي، وهو الاهلي القطري عميد الانديه، هتكون في مباراه ان شاء الله في كاس الامير يوم 25 يناير، دي اخر مباراه في بطوله كاس الامير، لان في توقف في الدوري بعد مباراه قطر، بعد مباراه قطر والدحيل بالامس خلاص الدوري هيقف، الدحيل ما يلعبش ماتشات تاني غير مباراه كاس الامير يوم 25 طبعا. بعدها هيدخل الفريق في معسكر مغلق، مفيش اصابات موجوده، الفريق جاب لعيبه جديده حتى مواطنين قطريين، علي ملالا من الوكره طبعا. صلاح زكريا طيب. حارس برضو لان كان عنده مشكله في الحراسه، هو بشكل عام في المجمل فريق قوي. اكيد محمد انا بشكرك بجد على كل هذه المعلومات، لكن للاسف طبعا لضيق الوقت كنت لسه هسألك على أمور كثيرة، لكن لسه عندنا وقت إن شاء الله لغاية بطولة كأس العالم هنستعرض ونتكلم في موضوعات كثيرة خلال الفترة القادمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ محمد على كل هذه المعلومات وكل هذه الأخبار قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.